صرصور، واد يا صرصور، انت يا واد انت جوم فز. مين؟ ست واجدة؟ نعم. من سكاتك ده ومن غير ما حد يحس بيك تتدل على البلد اللي جاب لينا، هتلاقي هناك سنفرار، تشوف اي حد يطلب لك النمره اللي في الورقه دي، ده فيها تليفون ولدي مناع. عايزاني اكلمه؟ طب اقول له ايه؟ تقول له كل اللي حصل هناك، وتقول له ان ابوه وعمه ناويين يقتلوا نسمه بكره الصبح، يا يلحقها يا ما يلحقهاش، وقول له ان امك هتحاول تعطلهم، يا ريت يبدر. والله ألف خسارة في الموت يا ست نسمة. يلا يلا بسرعة، ربنا يسهل لك طريقك وتوصل بسرعة. حاضر، اطمن يا ست وجيدة، في واحد من عائلة عبادي عنده عربية بيوصل بيها الناس، أروح أخده من بيته عشان يوصلني بسرعة. يا رب سلم يا رب. حسان، نمت يا أخو؟ أنا كنت عارف إن هلاقيك صاحي. وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده؟ يا ما حذرتك يا اخوي من دخلت والد البنداري علينا بيتنا وخلطته على ولدك مناع من وهم صغار. كيف يا ناجي؟ كيف احمل بنتي وحدها الزلمه؟ يا ده من غلطه غلطتي من الاول. يعني ايه؟ بدك تسامحها اياك؟ لا، ودي تاجي دي؟ بدك الناس يقولوا يا كبير انك طرمخت على شرفك؟ احنا عنينا اتكسرت يا كبير، ومفيش اي حاجه ترد هبتنا دلوك الا جت للبت دي وغسل عارها. واحنا كنا فين لما فوتنا كل ده؟ مرتك وامها غفلوا عنها كيف؟ البت لما بتعشق بتستغفل اهلها حتى لو كانوا واقفين عليها زمهار. ليه؟ ليه يا بنتي يا حبيبتي تعملي فيها كده؟ ليه تفوتيني بين امرين كل واحد فيهم امر من التاني؟ اكتبك ويتحرق قلبي عليكي ولا سامحك وعيش بقى عارك العمر كله. عارها يتغسل بدمها ودم اللي غواها. اسمع حسان، تعليق بقتل نسمة، وانا هقتل همام ولد الكلب ده حتى لو كان نايم في حضن عروسته. ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش اضرب قلبي بنتي بالسكينه، ما اقدرش ما اقدرش. عذرك عذرك اخوي، انا هتكفل بالاتنين، هقتل نسمه وهمام، وقسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد. ليه يا بنت اختي ليه؟ ليه تفوتي روحك للشيطان وتخلي الخراب يحل علينا؟ كتاب الله ما طال مني حاجه. شافوك يا بنتي عند العين وانتي في حضنه. كتاب الله ما كنت في حضنه، كلهم كذابين، وكتاب الله يخلى كذابين. بس اللي يشوف بيشوف بعين الشيطان، والشيطان صورنا. والله ابدا، ده الحاجة الوحيدة اللي مسها فيها كانت يدي، ساعتها قلبي كان هيوقع. لكن عشقتي يا بنت حسان واستغفلتينا كلنا. بتحلل نفسك يا عمي وتحرموا علي؟ انت نفسك عشقت خالتي قبل ما تتجوزها وهي حكت لي. واه، هتقلبي عليا يا بنت وجيده؟ اقفلي خشمك يا بت، خالتك دي اشرف من الشرف، خالتك دي بنت عمي ومتربيه معاي، ما كانش فيه اللي يمنع جوازنا، وعشق الحلال ما يجيبش العار، مش من عيله غريبه وعدوتنا. يعني انا كل ذنبي اني صدقت ابوي لما قال لي انه هيخلي النجع كله عيله واحده. حطولة لسانك وغباوتك وجلع اخوك فيك دول هم اللي جابوا لك الكافيه وجابوا لنا العار. لا يا عمي، انا شريفه يا عمي، انا شريفه وعفيفه وذنبي في ركبتكم. وهي البت الشريفه العفيفه تعمل اللي عملتيه برضك؟ ده مفيش بيت في النجع كله الا وجايب سيره فضيحتك. مفيش حاجه هتمحي العار ده الا دمك. اقتلوني يا عمي، اقتلوني اقتلوني وخلصوني. قومي معايا عديله، قومي دلوقتي. الصباح رباح والمكتوب مكتوب. قومي عديله، قومي معايا، قومي. اسمها زرزور، قول لابوي منع بيقول لك ايه اكتم السن اسمه بأمارة الأرض الجديدة، وهات نسمة وجبلنا عن محطة القطر، أنا هاخدها تعيش عندي. قول له ما حدش هيعرف إنها عايشة عندي، الله. إن شاء الله يقول قتلها، ما يهمنيش، المهم تجابلنا عن محطة القطر الساعة 7. سلام. إيه التخلف ده؟ واد يا حصاوي! نعم زميلنا. لفين الهدوم دي؟ انجز. وانت رايح فين يا مناع؟ احنا عندنا شغل في المزرعه كتير. مليك الصالح، اي حد بكره يسال عليا في المزرعه قول له لسه ما عودش من البلد بره. طب دي ومفهومه، بس مش قادر افهم وزين. هو انت ابوك عايش ولا ابوك ميت؟ هو ده بس اللي ما قدرتش تفهمه. هات الجزمه يا جزمه. أنا كان بدي بس أعرف عشان ما أقعش في الغلط. ولما بتسمع كلامي مش هتوقع في الغلط. طب يا حصاوي. نعم يا باشمهندس. إياك تنقل أي كلمة برا، فاهم؟ يمين بالله هقطع رقبتك. حاضر. سلام. سلام. والله من يوم ما اشتغلت معاك وأنا ما فاهم عنك أي حاجة. صعبان عليا يا ابوي. نسمع يا ابوي هيقتلوها بسببي، وانا مش قادر ادافع عنها. يا ولد الكلاب تبكي عشان حرمه؟ امال كيف هتبقى كبير العيله بعد ابوك؟ غصب عني. بحبها يا ابوي، ما اقدرش اعيش من غيرها. فرز قوم قدامي. ايه انت عايز تضحك علينا الخلق ولا ايه؟ ها؟ عايزهم يقولوا عليك مش راجل؟ هتموت بسببي، هتموت بسببي يا ابوي. تغور في 60 داهيه. الراجل الصح ما يتعلقش بحرمه، الحرمه هي اللي تتعلق بيه، هي اللي اتعلقت بيا وانا اللي خلقت بيها زي الجبال. ما تقولش جبال، مفيش كبير عيله يبقى جبال. امال اللي انا عملته مع نسمه ده تسميه ايه يا باي؟ تسميه ايه؟ اقول فرصة وجات لك. فرصة وجات لك عشان تثبت للنجع كله انك راجل. راجل بتاخد اللي انت عايزه من غير ما تتهز. اسمع همامة يا ولدي، الحريم تحب الراجل اللي قلبه ميت وتترمي تحت رجليه. بعد الاسمة انا زهدت الحريم كلهم. وكيف ناوي تدخل على عروستك الاسبوع الجاي بنت عمك سعدون؟ ولا ناوي تكسر رجابينا وتفضحنا قدام الكل؟ انا شرطت ما تحددوش ميعاد الدخله الا لما اطمن على نسمه. الدخله هتتم في ميعادها. واسمع يا همام، قسما بالله العظيم اما دخلت على مرتك كيف في السبع لقتلك قبل ما تشيلني العار. ما تقلقش يا باي، ما تقلقش، عيلة حسان هيقوموا بالواجب. مش معقول يقتلوا نسمه ويفوتوني. يعملوا اللي يعملوه، يورونا هيعملوا ايه وانا انفيهم من الدنيا. راجل راجل. اسمع يا همام يا ولدي، انت بقيت كبير، فوتك من الجلع ده. انا جلعتك كتير انا عارف. صدقني صدقني يا ولد ابوي، هو ده الوقت المناسب علشان ما يبقاش في غيرنا في النجع. كانك اتمخولت يا سناري ولا ايه؟ انا عقلي وزن بلدي كبير، واللي بقول لك عليه ده لو حصل العيلتين هيخلصوا على بعض، واللي هيعيش منهم هيبقى ضعيف، او ساعتها هيجوا يشتغلوا خدامين تحت رجلينا، وما يبقاش في النجع كله غير عيله واحده بس، هي عيله عبد هادي. ايوه بس عيله حسان عارفه ان احنا مع بن داري وهيضربوا فينا احنا التنين. سيب الحكايه دي عليا انا، وهملنا ولع النار بس وقت الهمام. هيجوا البندريه يطلبوا منك تقف معاهم ضد حسان، تقول لا ده طار شرف وملناش دخل بيه. اقوم انا اعرف حسان ان احنا ملناش دعوه بحد، ويدوروا الطحن في بعض ونخلص. ها قلت ايه يا كبير؟ اكتب يا بت، اكتب، اقفلي خشمك خالص. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، ما تقتلنيش، سيبني اعيش واعيش قدام تحت رجليكم كلكم العمر كله والله العظيم، سيبني. اكتم يا بت، هيك اسمع لك صوت، اكتم هي. يعني هتقتلني دلوقتي يا عمي؟ لا مش هزفر البيت بدمك. سيبني يا البسي دي، اوعاك يبان لك ضافر. يلا معاي، قومي يا بت. حاضر. والبس ايدي، البس ايدي. حاضر حاضر، عطشان يا عمي، رجلنا شوف زي الحطب. ايديك تسممي، تمشي جنبي ساكتة، كفاية عليك كده. يلا قدامي يا بت، قدامي. خلاص خلاص يا ناجي، ساعتها جت وما عايزش اتأخر. سامحني، احب على قدك تسامحني، انا خايفة عليك، خايفة عليك من عذاب ربنا. هتقول له قتلتني ليه؟ انا شريفة وعفيفة والله العظيم، شريفة وعفيفة. هتقتلني عشان تسكت الناس يا بوي؟ خدها من قدامي، ما عايز حد يشوفكم، كفاية فضايح. أحب على يدك، أحب على يدك يا بوي، خدني خدني أشوف أمي وأخواتي. غوري غوري من قدامي، ربنا يسامحك، غوري. ترتاحي، قومي معاي. ارحمني برحمتك يا رب، ارحمني برحمتك. ادي اخر ترميتنا على واحد لا نعرف له اصل ولا فصل. بالراحه شويه يا علية، يمكن لا قدر الله جراله حاجه. وبعدين الراجل لحد دلوقتي ما شفناش منه حاجه وحشه. طب وقهرة بنتنا دي نعمل فيها ايه؟ استر يا رب. همي يا بت. حاضر يا عمي، مفاصلي صعبة، قلبي هيوقف، مش قادرة. شد نفسك، هانت، كلها دقيقتين وهترتاح. قومي يا بت، قومي. حاضر. قومي. تعالي تعالي. قدامي. قدامي يا خاطي، قدامي. اتقي الله. ما اتقيتوش انت ليه يا راجل؟ ما اتقيتوش ليه؟ تقتل طلاق يا حسن، تقتل طلاق. يا لهوي يا لهوي. يا بنتي خلاص خلاص يا عمي، اقتلني اقتلني خلاص يا عم اقتلني. ترتاحي دلوقتي، قومي معايا. اللي جابه هنا مناه. معايا الصهايج. انت مش هتقتلني. يقتل النسمه اللي بيتنفسها. لازمه. خبر ايه يا ولد اخوي؟ احنا مش اتفقنا نتقابل هناك في المركز؟ لقيت نفسي قريب قلت اوفر عليكم المشوار. طيب اختك معاك، خد بالك من هزيين وانتبت. ايوه خد بالك من نفسك. يلا يا زرزور مع السلامة يا ست نسمة. خلقاتك جبتها جوا في العربية. مع السلامة. مع السلامة. يلا ربنا يخليك لي يا اخوي. خلاص يا بنت، هم ومزاح هتقلبيها مناحة. خلاص أقول لك إيه يا نسمة، أديك تركبي ورا وتدس راسك في الكنبة الغرانية، ما عايز حد يشوفك من أهل النجا يقولوا إيه الراجل هرب بيته. لا أنا هكور نفسي ورا. طيب حاسبة إيه؟ تضيعي مدهوجي وتفتصي. يلا اركب يا سيادة المرحومة. عندك ثلاجة صغيرة ورا فيها عصير وكل حاجة، واما نوصل هبقى اجيب لك فطار كمان يا ستي. الهمة شوية يا رجالة، الله عايزكم تطلعوا البضاعة كلها وتدخلوها الجبل، ما عايزش يفضل غير شوال واحد، شوال واحد اللي هنعين منه البضاعة. كله تمام يا عمي. خلي بالك مناع يا ولدي، أنا شامم من جهة البندرية ريحة غدر وخيانة. خافش يا عمي، أنا مأمن نفسي. بغرضي ليها باب تاني في ظهر الجبل، ما حدش يعرفه واري، عامل حساب لأي خيانة. تمام. أظن مناع عمل اللي عليه لغاية كده، ماليش لازمة يعمل علينا كبير تاني. شوف يا عمي، لو ناوي تغدر بمناع يكون في علمك، أنا مش هكون معاك. إيه؟ صاحبك أقرب لك من عمك يا خابوك؟ أنا ما قلتش كده، بس إحنا تعاهدنا على الحلوة وعلى المرة. وانا قلت لك ان الخواجه عمل معايا اتفاق، هيحطني انا مطرحه. يبقى خير وبركه، بس من اول الزرعه الجديده. ما احنا متفقين من الزرعه اللي فاتت، وادينا صبرنا لغايه ما جه وقت الحساب الليله. شكلهم وهم ملمومين حوالين دياب كده كانهم بيدبروا الحاجه عفشه، او كانهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. يا عمي حاجنا مضمون في النهايه، وبعدين انت قلقان ليه؟ كل شوية والخواجة بيني يجوا معانا عربيات وكله حيبان في النهاية. ولأن قلبي حاسس إنه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجة. أيوة. بس هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. مناع تعمل إيه عندك؟ سامع حس عربيات جاية من بعيد، بس لسه ما شايفش حاجة. قلب لهم بالبطارية اللي معاك، ادوهم إشارة تانية. وكيف تآمن الخواجة إنه ما يغدرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر، الخواجة قال إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت ان مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه، العقل بيقول كده، لكن حرام نتهم الناس بالباطل. أحب أعرفك يا مناع دلوقتي إن التهديد اللي أنت بتهدده أنت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. كله متحوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص هينزل فوق راسكم زي النطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش، لأنه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا ولد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف بتبيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك، لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام. مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجه، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا اسلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت يا ولد اخوي، خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الغراب. لما نعاود على النجع نبقى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي أؤمر رجالتك يعاودوا على النجع. جهزوا نفسكم يا رجاله، نعاود على النجع. معلش يا صاحبي، ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين. الخواجه ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس ابقى عدها بنفسك. سلام يا بندريه. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجه ما اقدرش، دي وعره قوي، دي البلد تتقلب مجزره. حط الشوال هنا يا عرعر، اوعى يا سعدور، ده شوال عاينه يا خواجه، لاجل ما تعاين البضاعه وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن، احلى حشيشه. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا، انا عارف كل حاجه، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجاله بقى يحملوا البضاعه في العربيه. عرعر، حط الشوال ده في عربيه الخواجه، وانت يا سعدون قول للرجاله يجيبوا البضاعه من هناك. يلا. لا، مفيش حاجه هتتنقل غير لما استلم الفلوس وعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجه، كل الرجال اللي انت شايفهم دول فطوع انا، مش فطوع عمي. بسيطه يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. قلبي مش مطمن يا وجيده، حاسس ان فيه نصيبه هتحصل. ما تقولش كده، امال كفله الشر. مناع ولدي راجل وعقله زين وبيعرف يتصرف. وش يعمل التسريف مع الخيانه؟ مناع ولدي رايح وهو متأكد من خيانة دياب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص يا كبير، وصلت الرئيس بنداري لحد باب بيته وسلمته لمرته عقيلة. فت عايشونا زي ما قلت لك. فت ولقيت الحراسة 10 تنفار مفنجلين عينيهم، قلت لهم الكبير محرج عليكم الكيف طول الليل. ربنا يستر يا رشيدة، ربنا يستر. يلا اعمل لكم امه يا رجاله، عايزكم انتوا ماشيين تطلعوا من طريق التبه لفوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. انا بقول نزودوا عدد الرجاله اللي هيهجموا معانا. وانا بقول لها يا عمي احنا كفايه، بس ما حدش يضرب نار غير لما اقول له. خدوني معاكم يا ابويا، انا جده وجدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجه بني بقى خطر علينا كلنا، ولازم يموت هو ورجالته. انت توقف مع الرجاله ورا التبه، وعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. واحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحه الثانيه للمغاره من هناك، وهنفاجئهم، نعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعون. اتشاهدوا يا رجاله وتوكلوا على الله، ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. توكلوا على الله، وراء يا رجاله. فلوس دي ناقصه 20,000 جنيه، يا سيدي اعتبرهم تمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك، خليهم يشهلوا التحميل بقى. ده جاي يا خواجه وبضاعه تتحمل، ما تدجش عادي يا همام. يلا يا رجاله البندريه اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعه. يلا نروح نحمل الفلوس. هم يا رجاله. معلش يا خواجه تزعلش من همام والد اخوي، لسه صغير برضك. يلا يا رجاله هموا المجموعه دي تطلع من يمين الجبل هناك. المجموعه دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحه الجبل من الناحيه الثانيه. مجموعه الجمال على التابه فوق. يلا يا رجاله والباقي يا جورايا. يلا يا واد هم شويه هم. يلا تلحلح يا بو اربط الشالجين. ادعت يا سلامة الشوف يا خواجه. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنتين يا نهار اسود، دي حنة صح يا رجالة. اكشفوا على باب الباع. ارمي سلاحك، اوعى ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من السلاح، وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه انا محروق اكتر منك، وانت حسان اضحك علينا. ادينا سلاح واحنا نحصروهم ونخلصوا عليهم. قول لابن اخوك يرجع تاني لا طاير نافوخك. طيب طيب هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. ايه؟ مالك يا خواجه؟ زرارك ايه؟ خد فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقول لك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه، احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكم علموا الادب جدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتلش. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه؟ ما فلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. اول واحد جاكوب. اطلع بسرعة، اطلع بسرعة. دور على مين يوصيهم، شوفوا انقتل ولا لا. الخواجه بيني هرب وما خدش بطار. عمي يا مناع لو كان هرب تبقى مصيبه، ده خطر علينا كلنا. لازم اقطع عليه الطريق باليمنى الثانيه واخلص عليه. الناجي طهر المكان وقول الناس اللي اتصابت على الناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي، ما تخافش اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خدني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه. هذا آخرة المعروف. أقصى عليك بس لما أشوفك. ولما تشوفيني هتعملي إيه؟ طب أنا قدامك ها. أنا زمجانة منك. ليه؟ كيف تحملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل أهل الناجع مشغولين في الأرض وفي المحصول. اقعدي. طب لفيني لفيني الهبابة السودة دي، أدي الساعة مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود ناجع من تاني. ليه؟ أخوي جرى له حاجة ولا إيه؟ ما فيهوش حاجة، بس زي ما تقول كده يعني ولف على العيشة الطرية، ما بقاش لادد عليه الناجع ولا أهل الناجع، ولا عاد يسأل في أهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم أنا وأنتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عمال تلف وتدور على إيه؟ أنا فكرت يا نسمة ولقيت إن احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي إيه؟ نتجاوزه. كيف؟ أنا أقول لك كيف. كيف؟ شوف يا نسمة، أنا الليلة دي مش هسيبك غير لما تقولي مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرى لك إيه يا همام؟ فيك إيه؟ قول يا نسمة. أقول إيه؟ مفيش راجل غيرك في النجع يا همام، مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. بعد عني، بعد عني. حمليني، حمليني. مفيش راجل. اخر مكالمه عملها مناع كانت في المنطقه دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربيه نقل في منطقه ثانيه خالص. يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمه. بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه قبل ما يهربوه عن طريق الصحراء. الو، ايه بتقول ايه؟ البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ امال فين تحرياتك يا حضره الضابط؟ اسمع، خلي القوه كلها تعسكر هناك، وانا هبعت لك امدادات فوريه. عاوز المنطقه بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. ايه الحكايه؟ هي انت كلها هربت معاه ولا ايه؟ لو راحوا فين هجيبهم؟ يعني هجيبهم ليه يا همام؟ عملت فيك ايه؟ عملت لك ايه؟ خلاص يا بت، هتعمل لنا حكاوه. اروح لاهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي، هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. واهلي يسكتوا؟ كاني معزه وطفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جيتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، وما فيش لوم على راجل. يعني شهامتك ورجولتك معايا؟ طيب طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعملي ايه؟ تعالي تعالي يا مخلالة، تعالي هنا. هتفضحيني ولا ايه؟ بعد عني، بعد عني. ما دام فضحتني يبقى هفضحك. يا اقدمي اقدمي خشمك، ما دمت هتفضحيني يبقى الخلاص مني سهوا. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي، اسكتي يا مخلالة. اسمع اسمع، اسمع وانا اعمل ايه دلوقتي؟ وانا اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ يا ريس همام في ايه؟ ايه دي نسمة بنت حسان اللي نعمل فيها كده؟ بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. لو لسانك نطق كلمة واحدة انا هقطعه لك، فاهم ولا لا؟ تعال معايا، تعال. غبي يا همام، غبي. كان لازم تتكلم معايا قبل ما تعمل عملة زي دي. اللي حصل يا خواجة. المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه لما عائلة حسان تعرف؟ دي هتولع او هتخرب. غبي غبي، كل حاجة بتبوظها بالتهور بتاعك ده، ودلوقتي هم عندهم السلاح الجديد. سلاح ايه يا خواجة؟ سلاح ايه؟ احنا دلوقتي في المصيبة ولا حصلت؟ انتوا متأكدين انها ماتت ولا لسه فيها النفس؟ يعني دي غرقانة في دمنا. يبقى لازم تاخدوا واحد قلبه ميت يشوف اذا كان لسه فيها النفس يخلص عليها. روح يا شوقي، روح انت. مين قلب الميت؟ ما تروح انت. بس انتوا الاثنين. ستيف خد شوقي هيوري لك المكان فين وانت عارف هتعمل ايه. وانت يا همام خلي الرجاله بتوعك يجهزوا بالسلاح. هالك يلا يا رجاله دوروا عليا في كل حته. بنتي فين يا ناشا؟ هاتولي بنتي، هاتولي بنتي. اصبر يا وجيده، تلاقيها راحت عليها نومه هني ولا هني. شاهين لقيتوها ولا لسه؟ قلبنا الارض من شرقها لغربها. وانت يا بكري؟ انا وعصرنا وبالخير طرنا في طفنا الجبل كله ما لقيناهاش. يمكن تكون راحت ناحيه العين. ايه اللي هيوديها ناحيه العين بس؟ في ايه؟ مالكم؟ اختك يا مناع زي ما انت شايف بتدور عليها ومش لاقيينها في اي حته. مناع مناع يا ولد، دور على اختك يا ولدي، مش عوايدها تغيبك دي. يما انا جاي هربان والدنيا كلها بتطاردني وما ادور على واحده تايهه. لا اله الا الله، وايه اللي جفطنا هنا؟ هي اللي صممت تاجي معانا. كيف اروح وقتي ما عودتش يا مناع؟ رجاله بيدعبسوا عليها في كل مكان، وانا متاكد انهم هيلاقوها نايمه هنا ولا هنا. يا بنتي يلا يما خد الحريم وروح دلوقتي واطمني، هنقلب الدنيا عليها ونلاقيها بامر الله. بكري شاهين يلا يا بكري خدوا الحريم وعاودوا دوروا عليها في كل مكان. بقول لك ايه يا عم، قول لي يا ولدي يا بنتي. الخواجه بين هنيه بين هنيه، ومعاه الخواجه بتاع العصار وخواجات كتير، ومعاهم برضه حريم. رجعوا على هنيه هربانين من الحكومه. طب وانت هربان من ايه؟ حبيت اخلص من الخواجه ووقع بينه وبين الحكومه، لكن ابن الجزمه قدر يهرب ويكشف ورق للحكومه وما لقاش فيه غير هنيه عشان يهرب. يا بجحتهم جمله قدرهم ليله بامر الله. تنساش يا ولد انهم واقعين في حمى البندريه وهمام موالس معاهم. اللي هيوقف بيني وبينهم هطحن. فين يا شوقي؟ وربنا كانت هنيه. راحت فين؟ الدم اهو، مصيبه لا يكون لجيوها. يا بوي يا بوي يا مناع. خبر ايه؟ يا بوي بت بت يا نسمه. بنتي اسمع نسمة، اللي صابك يا بنتي. اسمع، مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلاب اسمع اسمع فوق وكلميني. اسمع اسمع رد عليا يا بنتي، رد عليا يا بنتي. بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يما يما امر الله نفس. معلش اسمع وانا صوت. رد عليا يا نسمة، رد عليا يا بنتي. خارج مع الرجاله والسلاح وامن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت فهمت هبله. خلصت. خلي المشاة تدخل الجبل وتجيب لنا المدرعات الناحية الثانية من الصحراء. في ريحة غريبة في الجو. شميتها أول ما وصلت وما بقاش عندي شك 1% إن الجبل ده مزروع بالمخدرات. علشان كده لازم نكون حذرين في الهجوم بتاعنا. كده سد العميد إحنا محتاجين دعم جوي. ادي أوامرك بالتحرك وأنا هتصرف. تمام يا فندم. مفيش صبر ولا كلام. البندرية رفضوا يسلمونا همام الخاين، رفضوا يسلمونا الخواجات، وعشان أكون بريء من دمهم قلت اللي هيدخل داره ويقفل بابه عليه هيتحرم دمه علينا. غير كده هو الجاني على روحه. شدوا حالكم يا رجالة، عايزكم يد واحدة وبإذن واحد أحد، مش هتطلع عليهم شمس. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين. أنت ورجالتك هتهاجم من نواحي عيلة البندرية، وأنت عم ناجي هتهاجم من عند العبايدة، ولو حد فيهم يفكر يضرب بيوتنا بالجنابل هيلاقي عم مغاوري ورجالته. وأنت يا بكري معايا أنا ورجالتي، نلف من ورا الخواجات. يلا يا رجاله توكلوا على الله. التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقطني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايه يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ على بيت الكبير اضربوا، خليهم يجربوا، احنا ننتفهم بالجنابل. مسكين الجمله ممكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خدها كوبي المهنتي الدار اول، دول بيرموا جنابل يا عم ناتي، بيرموا جنابل. اتداروا يا رجاله، ارجعوا ورا قلت، ارجعوا ورا. قتلنا فروت، خدوه اضربوا كوبي. الجنابل طلعت في شنك، اهجموا يا رجاله. الجنابل زي عدمها يا شوقي، اضربوا يا رجاله قبل ما يهجموا علينا. يا شوقي يا شوقي يا شوقي ارجع يا بنت ارجع يا شوقي، خد الجنابل دي لفتوها سمان. اضرب يا رجاله، اضرب يا شوقي اضرب، خدوه. وقعوا زي الفروت، قتلناهم كلهم. فينك يا همام، شوف عملنا فيهم ايه؟ ايه ده؟ ارمي سلاحك اقعد، ارمي سلاحك اقعد الكل. على ماي على ماي يا بندرية يا كلاب يا ولاد الكلاب قدامي اقعد. فين همام يا ولد الكلب؟ فين همام؟ انطق ارقص يا ولد. فين همام؟ اتكلم. همام في بيت الخواجات والبيت محمي ومحصن، مش هتقدروا توصلوا له. يا خلاص يا ولد الكلب، مناعوا ويتجلدوا زمان وصل لهم دلوقتي وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي، عنموت كلنا. القنابل يا فراد شهيد، خد لك ساتر يا ولد، هنموت كلنا مع بعض. صرصور، واد يا صرصور، انت يا واد انت جوم فز. مين؟ ست وجيده. نعم. من سكاتك ده ومن غير ما حد يحس بيك تتدلع على البلد اللي جاب لينا، هتلاقي هناك سنترال تشوف اي حد يطلب لك النمره اللي في الورقه دي، ده فيها تليفون ولا دي مناعه. عايزاني اكلمه؟ طب اقول له ايه؟ تقول له كل اللي حصل هناك، وتقول له ان ابوه وعمه ناويين يقتلوا نسمه بكره الصبح، يا يلحقها يا ما يلحقهاش، وقول له ان امك هتحاول تعطلهم، يا ريت يبدر. والله ألف خسارة في الموت يا ست نسمة. يلا يلا بسرعة، ربنا يسهل لك طريقك وتوصل بسرعة. حاضر، اطمن يا ست وجيدة، في واحد من عائلة عبادي عنده عربية بيوصل بيها الناس، هروح أخده من بيته عشان يوصلني بسرعة. يا رب سلم يا رب. حسان، نمت يا أخو؟ أنا كنت عارف إن هلاقيك صاحي. وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده؟ يا ما حذرتك اخوي من دخلة والد البنداري علينا بيتنا وخلطته على ولدك مناع من وهم صغار. كيف يا نادي؟ كيف احمل بنتي وحدها ازاي؟ ما دام الغلطة غلطتي من الاول. يعني ايه؟ بدك تسميها اياك؟ لا، ودي تاجي دي؟ بدك الناس يقولوا يا كبير انك طرمخت على شرفك؟ احنا عنينا اتكسرت يا كبير، ومفيش اي حاجه ترد هبتنا دلوك الا جت للبت دي وغسل عارها. واحنا كنا فين لما فوتنا كل ده؟ مرتك وامها غفلوا عنها كيف؟ البت لما بتعشق بتستغفل اهلها حتى لو كانوا واقفين عليها زنهار. ليه؟ ليه يا بنتي يا حبيبتي تعملي فيا كده؟ بنتي فوتيني من امرين، كل واحد فيهم امر من التاني. اكتبك ويتحرق قلبي عليكي ولا سامحك وعيش بقى عارك العمر كله. عارها يتغسل بدمها ودم اللي غواها. اسمع حسان، تعليق بقتل نسمة، وانا هقتل همام ولد الكلب ده حتى لو كان نايم في حضن عروسته. ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش اضرب قلبي بنتي بالسكينه، ما اقدرش ما اقدرش. عذرك عذرك اخوي، انا هتكفل بالاتنين، هقتل نسمه وهمام، وقسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد. ليه يا بنت اختي ليه؟ ليه تفوتي روحك للشيطان وتخلي الخراب يحل علينا؟ كتاب الله ما طال مني حاجه. شافوك يا بنتي عند العين وانتي في حضنه. كتاب الله ما كنت في حضنه، كلهم كذابين، وكتاب الله يخلى كذابين. بس اللي يشوف بيشوف بعين الشيطان، والشيطان صور لهم. والله ابدا، ده الحاجة الوحيدة اللي مسها فيا كانت يدي، ساعتها قلبي كان هيوقف. لكن عشقتي يا بنت حسان واستغفلتينا كلنا. بتحلل نفسك يا عمي وتحرموا علي؟ انت نفسك هشكت خالتي قبل ما تتجوزها وهي حكت لي. واه هتقلبي عليا بنت وجيده. اقفلي خشمك يا بت، خالتك دي اشرف من الشرف، خالتك دي بنت عمي متربيه معاي وما كانش فيه اللي يمنع جوازنا، وعشق الحلال ما يجيبش العار، مش من عيله غريبه وعدوتنا. يعني انا كل ذنبي اني صدقت ابوي لما قال لي انه هيخلي الناجع كله عيله واحده. حطولة لسانك وغباوتك وجلع اخوك فيك دول هم اللي جابولك الكافيه وجابوا لنا العار. لا يا عمي، انا شريفه يا عمي، انا شريفه وعفيفه وذنبي في ركبتكم. وهي البت الشريفه العفيفه تعمل اللي عملتيه برضك؟ ده مفيش بيت في النجع كله الا وجايب سيره فضيحتك، ومفيش حاجه هتمحي العار ده إلا دمك. اقتلوني يا عمي، اقتلوني اقتلوني وخلصوني. قومي معايا يا عديلة، قومي دلوقتي، الصباح رباح والمكتوب مكتوب. قومي يا عديلة. هاي قومي. اسمع يا زرزور، قول لابوي منع بيقول لك اياك تمس نسمه باماره الارض الجديده، وهات نسمه وجيبلنا عن محطه القطر، انا هاخدها تعيش عندي. قول له ما حدش هيعرف انها عايشه عندي، الله ان شاء الله يقول قتلها ما يهمنيش، المهم تجيبلنا عن محطه القطر الساعه 7. سلام. ايه التخلف ده؟ وادي يا فصاوي. نعم يا زميلنا. لفين الهدوم دي؟ انجز. وانت رايح فين يا زمناع؟ احنا عندنا شغل في المزرعه كتير. مليك الصالح، اي حد بكره يسال عليا في المزرعه قول له لسه ما عودش من البلاد بره. طب دي ومفهومه، بس مش قادر افهمه زين، هو انت ابوك عايش ولا ابوك ميت؟ هو ده بس اللي ما قدرتش تفهمه؟ هات الجزمه يا جزمه. أنا كان بدي بس أعرف عشان ما أقعش في الغلط. ولما بتسمع كلامي مش هتوقع في الغلط. طب يا حصاوي. نعم يا باشمهندس. إياك تنقل أي كلمة برا، فاهم؟ يمين بالله هقطع رقبتك. حاضر. سلام. سلام. والله من يوم ما اشتغلت معاك وأنا ما فاهم عنك أي حاجة. صعبان عليا يا ابوي، نسمع يا ابوي هيقتلوها بسببي، وانا مش قادر ادافع عنها. يا ولد الكلاب تبكي تبكي عشان حرمه؟ امال كيف هتبقى كبير العيله بعد ابوك؟ غصب عني بحبها يا ابوي، ما اقدرش اعيش من غيرها. فزي قوم قدامي. ايه بتحس تحق علينا نخنقوا الليل، ها؟ لازم يقولوا عليك مش راجل؟ هتموت بسببي، هتموت بسببي يا بوي. ثغور في 60 داهية. الراجل الصح ما يتعلقش بحرمة، الحرمة هي اللي تتعلق بيه، هي اللي اتعلقت بيا وانا اللي خليت بيها زي الجبان. ما تقولش جبان، مفيش كبير عيلة يبقى جبان. امال اللي انا عملته مع نسمة ده تسميه ايه يا باي؟ تسميه ايه؟ اقول فرصة وجات لك، فرصة وجات لك عشان تثبت للنجع كله انك راجل، راجل بتاخد اللي انت عايزه من غير ما تتهز. اسمع همام يا ولدي، الحريم تحب الراجل اللي قلبه ميت وتترمي تحت رجليه. بعد نسمة انا زهدت الحريم كلهم. وكيف ناوي تدخل على عروستك الاسبوع الجاي بنت عمك سعدون؟ ولا ناوي تكسر رجابينا وتفضحنا قدام الكل؟ انا شرطت ما تحددوش ميعاد الدخله الا لما اطمن على نسمه. الدخله هتتم في ميعادها. واسمع يا همام، قسما بالله العظيم اما دخلت على مرتك كيف في السبع لقتلك قبل ما تشيلني العار. ما تقلقش يا باي، ما تقلقش، عيلة حسان هيقوموا بالواجب. مش معقول يقتلوا نسمه ويفوتوني. يعملوا اللي يعملوه، يورونا هيعملوا ايه وانا انفيهم من الدنيا. راجل راجل. اسمع يا همام يا ولدي، انت بقيت كبير، فوتك من الجلع ده. انا جلعتك كتير انا عارف. صدقني صدقني يا ولد ابوي، هو ده الوقت المناسب علشان ما يبقاش في غيرنا في النجع. كانك اتمخولت يا سناري ولا ايه؟ انا عجلي يا وزن بلد يا كبير، واللي بقول لك عليه ده لو حصل العيلتين هيخلصوا على بعض، واللي هيعيش منهم هيبقى ضعيف، او ساعتها هيجوا يشتغلوا خدامين تحت رجلينا، وما يبقاش في النجع كله غير عيله واحده بس، هي عيله عبادي. ايوه بس عيله حسان عارفه ان احنا مع بنداري وهيضربوا فينا احنا التنين. سيب الحكايه دي علي انا، وهملنا ولع النار بس وقت الهمام. هيجوا البندريه يطلبوا منك تقف معاهم ضد حسان، تقول لا ده طار شرف وملناش دخل بيه. اقوم انا اعرف حسان ان احنا ملناش دعوه بحد، ويدوروا الطحن في بعض ونخلص. ها قلت ايه يا كبير؟ اكتب يا بت، اكتب، اقفلي خشمك خالص. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، ما تقتلنيش، سيبنيش وعيش قدامها تحت رجليكم كلكم العمر كله والله العظيم، سيبني. اكتب يا بت، هياك اسمع عليك صوت، اكتب. هي يعني ما تقتلني دلوقتي يا عمي؟ لا مش هزفر البيت بدمك. سيبني يا البسي دي، اوعاك يبان لك ضافر. يلا معاي، قومي يا بت والبس ايدي، البس ايدي. حاضر حاضر، عطشان يا عمي، رجلنا شوف زي الحطب. خدي تسممي، تمشي جنبي ساكتة، كفاية عليك كده. يلا قدامي يا بت، قدامي. خلاص خلاص يا ناجي، ساعتها جت وما عايزش اتأخر. سامحني، أحب على قدك تسامحني، أنا خايفة عليك، خايفة عليك من عذاب ربنا. هتقول له قتلتني ليه؟ أنا شريفة وعفيفة والله العظيم، شريفة وعفيفة. هتقتلني عشان تسكت الناس يا بوحي؟ خدها من قدامي. ما عايز حد يشوفكم، كفايه فضايح. احب على يدك، احب على يدك يابا. خدني اشوف امي واخواتي. غوري غوري من قدامي، ربنا يسامحك غوري. هترتاحي، قومي معاي. ارحمني برحمتك يا رب، ارحمني برحمتك. ادي اخرة رميتنا على واحد لا نعرف له اصل ولا فصل. بالراحة شوية يا علية، يمكن لا قدر الله جراله حاجة. وبعدين الراجل لحد دلوقتي ما شفناش منه حاجة وحشة. طب وقهرة بنتنا دي نعمل فيها ايه؟ استر يا رب. همي يا بت. حاضر يا عمي، مفاصلي سايبه، قلبي يوقف، مش قادره. شد نفسك، هانت، كلها دقيقتين وهترتاح. قومي يا بت، قومي. حاضر. نامي. تعالي تعالي. دامي دامي يا خاطي، دامي. اتقي الله. ما اتكتوش انت ليه يا راجل؟ ما اتكتوش ليه؟ تقتل ضناك يا حسان، تقتل ضناك. يا لهوي يا لهوي. يا بنتي خلاص خلصتني. اقتلني اقتلني، خلصت يا عم، اقتلني. ترتاحي دلوقتي، قومي معاي. اللي جابه هنا مناه. طريق مسك، ما تخافيش، انا عاوزك تعيشي معايا الصهايج. انت مش هتقتلني؟ يقتل النسمه اللي بيتنفسها جزمه. خبر ايه يا ولد اخوي؟ احنا مش اتفقنا نتقابل هناك في المركز؟ لقيت نفسي قريب، قلت اوفر عليكم المشوار. طيب اختك معاك، خد بالك من هذين وانتبت. ايوه خد بالك من نفسك. يلا يا دكتور، مع السلامة يا ست نسمة. خلقاتك جبتها جوا في العربية. مع السلامة. مع السلامة. يلا ربنا يخليك لي يا اخوي. خلاص يا بنت، هم ومزاح، هتقلبيها مناحة. خلاص بقول لك ايه يا نسمة، اديك تركبي ورا وتدس راسك في الكنبه الغرانيه، ما عايز حد يشوفك من اهل النجا، يقولوا ايه الراجل هرب بيته. لا انا هكور نفسي ورا. طيب حاسبي ايه؟ تضيعي مدهوجي وتفتصي. يلا اركب يا سياده المرحومه. عندك ثلاجه صغيره ورا فيها عصير وكل حاجه، واما نوصل هبقى اجيب لك فطار كمان يا ستي. الهمه شويه يا رجاله، الله عايزكم تطلعوا البضاعة كلها وتدخلوها الجبل، ما عايزش يفضل غير شوال واحد، شوال واحد اللي هنعين منه البضاعة. كله تمام يا عمي. خلي بالك مناع يا ولدي، أنا شامم من جهة البندرية ريحة غدر وخيانة. خافش يا عمي، أنا مأمن نفسي. المغارة دي ليها باب تاني في ظهر الجبل، ما حدش يعرفه واري، عامل حسابي لأي خيانة. تمام. أظن مناع عمل اللي عليه لغاية كده، ماليش لازمة يعمل علينا كبير تاني. شوف يا عمي، لو ناوي تغدر بمناع يكون في علمك، أنا مش هكون معاك. إيه؟ صاحبك أقرب لك من عمك يا خابوك؟ أنا ما قلتش كده، بس إحنا تعاهدنا على الحلوة وعلى المرة. وأنا قلت لك إن الخواجة عملي معايا اتفاق، هيحطنا أنا مطرحه. يبقى خير وبركة، بس من أول الزرعة الجديدة. ما احنا متفقين من الزرعة اللي فاتت، وادينا صبرنا لغاية ما جه وقت الحساب الليلة. شكلهم وهم ملمومين حوالين دياب كده، كأنهم بيدبروا الحاجة عفشة، أو كأنهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. يا عمي حاجنا مضمون في النهاية، وبعدين أنت قلقان ليه؟ كلها شوية والخواجة بيني إيدي ومعانا عربيات، وكله هيبان في النهاية. ولكن قلبي حاسس انه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجه. ايوه بس هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. مناع تعمل ايه عندك؟ سامع حس عربيات جايه من بعيد، بس لسه ما شايفش حاجه. كلم لهم بالبطاريه اللي معاك، ادهم اشاره ثانيه. وكيف تآمن الخواجة إنه ما يغدرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر، الخواجة قال لي إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت إن مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه، العقل بيقول كده، لكن حرام نتهم الناس بالباطل. أحب أعرفك يا مناع دلوقتي إن التهديد اللي أنت بتهدده أنت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناح حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص هينزل فوق راسكم زي النطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش، لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا ولد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف بتبيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، أنا اللي ممكن ألغيك، لأن أنا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني أجدع منك وبيسمع الكلام. مش كده يا دياب؟ تحت أمرك يا خواجة، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وأنا أسلمك الفلوس، وأنت وزعها بقى براحتك، إن شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد أهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت يا ولد اخوي، خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نرجع نبقى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي اؤمر رجالتك يعاودوا عن نرجع. جهزوا نفسكم يا رجاله، نعاود عن نرجع. معلش يا صاحبي، ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين. الخواجه ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس ابقى عدها بنفسك. سلام يا بندريه. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجه ما اقدرش، دي وعره قوي، ده البلد تتقلب مجزره. حط الشوال هنا يا عرعر، اوعى يا سعدور، ده شوال عاينه يا خواجه، لاجل ما تعاين البضاعه وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن، احلى حشيشه. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا، انا عارف كل حاجه، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجاله بقى يحملوا البضاعه في العربيه. عرعر حط الشوال ده في عربيه الخواجه، وانت يا سعدون قول للرجاله يجيبوا البضاعه من هناك. يلا. لا، مفيش حاجه هتتنقل غير لما استلم الفلوس واعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجه، كل الرجاله اللي انت شايفهم دول فطوع انا، مش فطوع عمي. بسيطه يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. قلبي مش مطمن يا وجيده، حاسس ان فيه نصيبه هتحصل. ما تقولش كده، امال كفله الشر. مناع ولدي راجل وعقله زين وبيعرف يتصرف. وش يعمل التسريف مع الخيانه؟ مناع ولدي كرايح وهو متاكد من خيانه دياب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص يا كبير، وصلت الرئيس بنداري لحد باب بيته وسلمته لمرته عقيله. فوت عشونا زي ما قلت لك. فوت ولقيت لي حراسه 10 تنفار مفنجلين عينيهم، قلت لهم الكبير محرج عليكم الكيف طول الليل. ربنا يستر يا رشيده، ربنا يستر. يلا عمل لكم امه يا رجاله، عايزكم انتوا ماشيين تطلعوا من طريق التبه لفوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. أنا بقول نزودوا عدد الرجالة اللي هيهجموا معانا. وأنا بقول لها يا عمي إحنا كفاية، بس ما حدش يضرب نار غير لما أقول له. خدوني معاكم يا أبويا، أنا جده وجدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجة بنبقى خطر علينا كلنا، ولازم يموت هو ورجالته. أنت توقف مع الرجالة ورا التابة، أوعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. وإحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحة الثانية للمغارة من هناك، وحنفاجئهم ونعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعوب. اتشاهدوا يا رجاله وتوكلوا على الله. ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. توكلوا على الله. وراء يا رجاله. فلوس دي ناقصه 20,000 جنيه. يا سيدي اعتبرهم تمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك. خليهم يشهلوا التحميل بقى. دقايق يا خواجه وبضاعه تتحمل. ما تدقش عادي همام. يلا يا رجاله البندريه اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعه. يلا نروح نحمل الفلوس. لما يا رجاله معلش يا خواجه تزعلش من همام والد اخوي لسه صغير برضك. يلا يا رجاله هموا المجموعه دي تطلع من يمين الجبل هناك. المجموعه دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحه الجبل من الناحيه الثانيه. مجموعه الجمال على التبه فوق. يلا يا رجاله والباقي يا جورايا. يلا اقعد هم شوية. هم يلا تلحلح يا بو اربط الشالجين. ايه يا سلامة الشوف يا خواجه. سلامة مناخيرك يا اخويا. دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنة ايه؟ يا نهار اسود دي حنا صح يا رجاله. اكشفوا على باب الباع. ارمي سلاحك. اوعى ارمي سلاحك. ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من السلاح وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه انا محروق اكتر منك وانت حسان اضحك علينا. ادينا سلاح واحنا نحصروهم ونخلصوا عليهم. قول لابن اخوك يرجع تاني لا طاير نافوخك. طيب هات الفلوس يا همام. هات الفلوس. ايه؟ مالك يا خواجه؟ زرارك ايه؟ خد فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيكم الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقول لك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكم علموا الادب جدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نستنى. خلاص يا همام خلاص. عايزين مننا يا خواجه؟ ما فلوسكم خدتوها يا. انتوا كلكم اغبياء وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم وعشان كده لازم تموتوا كلكم. اول واحد اطلع بسرعة. اطلع بسرعة. دور على مين يوصيهم شوفوا انقتل ولا لا. الخواجه مين هرب وما خدش بطار. عمي يا مناع لو كان هرب تبقى مصيبه. ده خطر علينا كلنا. لازم اقطع عليه الطريق بين يمنا الثانيه وخلص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول الناس اللي اتصابت على الناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي. ما تخافش، اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خدني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه. اكدي يا همام، ده اخرة المعروف. اخص عليك بس لما اشوفك. ولما تشوفيني هتعملي ايه؟ طب انا قدامك ها. أنا زمجانة منك. ليه؟ كيف تحملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل أهل الناجع مشغولين في الأرض وفي المحصول. اقعدي. طب لفيني لفيني الهبابة السوداء دي، أدي الساعة مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود ناجع من تاني. ليه؟ أخوي جرى له حاجة ولا إيه؟ ما فوتش حاجة، بس زي ما تقول كده يعني ولف على العيشة الطرية. ما بقاش لادد عليه الناجع ولا أهل الناجع، ولا عاد يسأل في أهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم أنا وإنتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عمال تلف وتدور علي؟ أنا فكرت يا نسمة ولقيت إن احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي إيه؟ نتجاوزه. كيف؟ أنا أقول لك كيف. شوف يا نسمة، أنا الليلة دي مش هسيبك غير لما تقولي مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرى لك إيه يا همام؟ فيك إيه؟ قول يا نسمة. أقول إيه؟ مفيش راجل غيرك في النجع يا همام، مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. بعد عني بعد عني. حمليني حمليني. مفيش راجل. اخر مكالمه عملها مناع كانت في المنطقه دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربيه نقل في منطقه ثانيه خالص. يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمه. بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه قبل ما يهربوه عن طريق الصحراء. الو، ايه بتقول ايه؟ البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ امال فين تحرياتك يا حضره الضابط؟ اسمع، خلي القوه كلها تعسكر هناك، وانا هبعت لك امدادات فوريه. عاوز المنطقه بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. ايه الحكايه؟ هي انت كلها هربت معاه ولا ايه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم. ليه يا همام؟ عملت فيك ايه؟ عملت لك ايه؟ خلاص يا بت، هتعمل لنا حكاوه. روحني اهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي. هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. واهلي يسكتوا؟ كاني معزه وطفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جيتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، وما فيش لوم على راجل. يعني شهامتك ورجولتك معاي؟ طيب طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعملي ايه؟ تعالي تعالي انا خلاله، تعالي هناك. هتفضحيني ولا ايه؟ بعد عني بعد عني، ما دام فضحتني يبقى هفضحك. يا اكتمي اكتمي خشمك، ما دمت هتفضحيني يبقى الخلاص منك يهون. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي اسكتي يا حلالي. اسمع اسمع، اسمع ولا عملي دروك ولا عملي سلمان فين؟ دي نسبة بالتحسن اللي نعمل فيها كده. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. لو لسانك نطق كلمة واحدة أنا هقطعهولك، فاهم ولا لا؟ تعال معايا، تعال. غبي يا همام، غبي. كان لازم تتكلم معايا قبل ما تعمل عملة زي دي. اللي حصل يا خواجة. المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه لما عيلة حسان تعرف؟ دي هتولع وهتخرب. غبي غبي، كل حاجة بتبوظها بالتهور بتاعك ده، ودلوقتي هم عندهم السلاح الجديد. سلاح ايه يا خواجة؟ سلاح ايه؟ احنا دلوقتي في المصيبة اللي حصلت. انتوا متأكدين انها ماتت ولا لسه فيها النفس؟ يعني دي غرقانة في دمنا. يبقى لازم تاخدوا واحد قلبه ميت يشوف اذا كان لسه فيها النفس يخلص عليها. روح يا شوقي، روح انت. مين اللي قلبي ميت؟ ما تروح انت بس. انتوا الاثنين، ستيف خد شوقي هيوري لك المكان فين وانت عارف هتعمل ايه. وانت يا همام خلي الرجاله بتوعك يجهزوا بالسلاح. بعوضها لك. يلا يا رجاله دوروا عليها في كل حته. بنتي فين يا ناشا؟ هاتوا لي بنتي، هاتوا لي بنتي. اصبر يا وجيده، تلاقيها راحت عليها نوم هني ولا هني. شاهين لقيتوها ولا لسه؟ قلبنا الارض من شرقها لغربها. وانت يا بكري؟ انا وعصرنا وبالخير طرنا في طفنا الجبل كله ما لقيناهاش. يمكن تكون راحت ناحيه العين. ايه اللي هيوديها ناحيه العين بس؟ في ايه؟ مالكم؟ اختك يا مناع زي ما انت شايف بتدور عليها ومش لاقيينها في اي حته. مناع يا ولد دور على اختك يا ولدي، مش عوايدها تغيبك دي؟ يما انا جاي هربان والدنيا كلها بتطاردني وما ادور على واحده تايهه. لا اله الا الله، وين اللي جفطنا هنا؟ هي اللي صممت تاجي معانا. كيف اروح واختي ما عودتش يا مناع؟ رجاله بيدعبسوا عليها في كل مكان، وانا متاكد انهم هيلاقوها نايمه هنا ولا هنا. يا بنتي يلا يما خد الحريم وروح دلوقتي واطمني، هنقلب الدنيا عليها ونلاقيها بامر الله. بكري شاهين يلا يا بكري خدوا الحريم وعاودوا دوروا عليها في كل مكان. بقول لك ايه يا عم، قول لي ولا ايه يا بنتي؟ خواجه بني هنيه، بني هنيه ومعاه الخواجه بتاع العصار وخواجات كتير ومعاهم برضه حريم. رجعوا على هنيه هربانين من الحكومه. طب وانت هربان من ايه؟ حبيت اخلص من الخواجه ووقع بينه وبين الحكومه، لكن ابن الجزمه قدر يهرب ويكشف ورق للحكومه وما لقاش فيه غير هنيه عشان يهرب. يا بجحتهم يوم لقدرهم إلى بأمر الله. تنساش يا ولد انهم واقعين في حمى البندريه وهمام وموالس معاهم. راح يوقف بيني وبينهم هطحن. فين يا شوقي؟ ربنا كانت هنيه راحت فين؟ الدم اهو، مصيبه لا يكون لجيوها. يا بوي يا بوي يا مناع خبر ايه؟ يا بوي بنتي انا اسمع سمعت؟ بنتي اسمع اسمع اللي صابك اللي صابك يا بنتي. اسمع مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلاب اسمع اسمع فوق وكلموني. اسمع اسمع رد عليا يا بنتي، رد عليا يا بنتي. بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يما يا امر الله نفس معلش اسمع ولا صوت. رد عليا يا نسمع، رد عليا يا بنتي. اجمع الرجاله والسلاح وامن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت فهمت قبله. خلصت. خلي المشاة تدخل الجبل وتجيب لنا المدرعات الناحية الثانية من الصحراء. في ريحة غريبة في الجو. شمتها أول ما وصلت، ما بقاش عندي شك 1% إن الجبل ده مزروع بالمخدرات. علشان كده لازم نكون حذرين في الهجوم بتاعنا. كده سد العميد احنا محتاجين دعم جوي. ادي اوامرك بالتحرك وانا هتصرف. تمام يا فندم. مفيش صبر ولا كلام. البندريه رفضوا يسلمونا همام الخاين، رفضوا يسلمونا الخواجات، وعشان اكون بريء من دمهم قلت اللي هيدخل داره ويكفي الباب عليه هيتحرم دمه علينا. غير كده هو الجاني على روحه. شدوا حالكم يا رجاله، عايزكم يد واحده وباذن احد مش هتطلع عليهم شمس. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. انت ورجالتك هتهاجم من نواحي عيله البندريه، وانت عم ناجي هتهاجم من عند العبايدة، ولو حد فيهم يفكر يضرب بيوتنا بالجنابل هيلاقي عم مغاوري ورجالته. وانت يا بكري معايا انا ورجالتي، نلف من ورا الخواجات. يلا يا رجالة توكلوا على الله. التهور بتاعك ده هو اللي حطنا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لجتني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايه يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ اضربوا خليهم يجربوا، احنا ننسفهم بالقنابل. مسكين الجمله ممكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خدها كوي المهمتك الدار اول، دول بيرموا قنابل يا عم ناتو، بيرموا قنابل الدار يا رجاله. ارجع ورا قلت، ارجع ورا فاكرنا فروت، خدوه اضربوا كوي. قنابل طلعت في شيء، اهجموا يا رجاله، قنابل زي عدمها شوفي. اضربوا يا رجاله قبل ما يهجموا علينا. يا سوقي يا سوقي يا سوقي، انزع يا ما تنزع يا سوقي، خد القنابل دي لبكوها سمان. اضرب يا رجاله، اضرب يا شوقي، اضرب خذوه. وقعوا زي الفروت، قتلناهم كلهم. فينا كهمام، شوف عملنا فيهم ايه؟ ايه ده؟ ارمي سلاحك ياض، ارمي سلاحك يا ولد الكلب. على ماي على ماي، اقفل الدنيا يا كلاب يا ولاد الكلاب. قدامي ياض، فين همام يا ولد الكلب؟ فين الهمام؟ انطق ارقد يا واد، ارقد. فين الهمام؟ اتكلم. همام في بيت الخواجات، والبيت محمي ومحصن، مش هتقدروا توصلوا له. خلاص يا ولد الكلب، مناعه ورجالته زمان وصلوا لهم دلوقتي وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي، عنموت كلنا. القنابل يا فراس.